قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة متميزة بعنوان عيد ظهور الإله والحج المسيحي إلى المغطس بنهر الأردن. وقد تلقى البرنامج اتصالين هاتفيين من كل من الأب عماد علامات أمين عام نيابة البطريركية اللاتينية في عمان، والأب حنا كلداني كاهن رعية كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية. تحدثا خلالهما حول مفاهيم العمادي في حياة المؤمن المسيحي، وكذلك حول فلسفة ولاهوت ظهور الإلهي. فإلى هناك. أبونا حنا، تخبرنا عن معنى العماد السيد المسيح في المسيحية، وما أهميته لنشر هذا التعليم المسيحي اللي جاء فيه السيد المسيح، أو هذه الحياة الجديدة التي جاءت فيها المسيحية التي انطلقت من نهر الأردن، النهر الموجود عندنا في بلادنا اللي احنا بنتميز فيه واحنا محظوظين بوجوده عندنا في بلادنا. صباح الخير وكل عام بخير جميعا. وانت بخير يا رب. شكرا لك. عماد المسيح في نهر الأردن، أو أولا شرف هذا النهر وبارك هذا النهر، وصار هذا النهر فخرا لكل المسيحية وبالذات بالأردن التي أخذت اسمها من هذا النهر. ثانيا، المسيح لم يكن بحاجة إلى المعمودية، المعمودية هي أصلا للتوبة في نهر الأردن، ولذلك مانعه يوحنا وأجابه المسيح: دعني وما أريد فأتم كل بر. المسيح أتى ليتم كل بر، أي كل عمل خير، حتى في عمل الخير هذا يتضامن مع البشرية الخاطئة. وعماد المسيح في نهر الأردن هو إظهار للمسيح، إشهار، هو ظهور للمسيح أمام العلن بعد عجوبة قانا الجليل، وانفتحت السماء فوق المسيح في أخفض نقطة في الأرض، انفتحت أعلى نقطة في الوجود هي السماء، انفتحت على المسيح في نهر الأردن، وسمع صوت الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت. والمسيح عاش ككلمة الله المتجسد، ابن الله الحبيب، حتى كل حياتي، حتى صعوده إلى السماء. وبنفس المعنى كل طفل وطفلة في العالم يعتمد تنفتح السماء من فوقه ويسمع بالإيمان صوت الآب السماوي يقول له: هذا هو ابن الحبيب أو ابنة الحبيبة الذي عنه رضيت. فالله يرضى عنا بالعماد ويريد منا أن نعيش كل جمال العماد بأن نكون هيكل الروح القدس. وكما حل الروح القدس على المسيح في نهر الأردن، يحل على كل معمد، وعندما يحل علينا كما يقول مار بولس نلبس المسيح. نعم. فالذي يلبس المسيح لا يلبس الخطيئة، والذي يلبس المسيح لا يلبس الشر، والذي يلبس المسيح لا يلبس الخوف أو الانهزام. فالمسيح يعطينا القوة حتى نعيش عمادنا حتى آخر لحظة من حياتنا. الإشي الحلو بهاي السنة إنه المشاركة فاقت المتوقع، يعني راح يكون مبدئيا الرقم الى الان حوالي 4500 شخص اللي هذول سجلوا اسمائهم للمشاركة في هذا الاحتفال الروحي، ولكن ايضا الوطني، بمعنى انه موقع المغطس موقع مقدس متبارك في بهذا الزمن المقدس. نعم. لكن أيضا كمان مشاركتنا هي مشاركة مسيحيين الأردن. نعم. في مكان مقدس بيجوا عليه السواح والحجاج من كل العالم. نعم. وهو نوع من مشاركتنا الحقيقية في الترويج للحج الديني في الأردن. التعاون عدة جهات، أكيد الجيش العربي اللي عم بيقود خلينا نحكي التنظيمات في الموقع، و مع كافة الأجهزة الأمنية، صار باجتماع أمني قبل فترة. نعم. والتنظيم على أعلى المستويات، بالإضافة إلى وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، واللجان الكنسية. نعم. من كافة الكنائس الكاثوليكية. نعم. عم بحطوا بإيدين بعض لإنجاح هذا اليوم الروحي وهذا اليوم الوطني كمان. إذن مشاركة كبيرة،
تحضيرات على قدم الوساق، ونتمنى انه هذا اليوم يكون يوم بركة، يوم نعمة، يوم كل شخص بينزل على هذا المكان ينال النعم والبركات اللي بيحتاجها. يوم منصلي فيه لكنائسنا، ولكن منصلي فيه كمان لوطننا ولكل المحتاجين في هذا اليوم للصلاة.